السوق، أبغى أشتري أشياء. قد وديتك السوق بابا، هذا كان السنة اللي فاتت. أيوة صح. طيب بابا، هذا حلو علي؟ لا مو حلو. لحظة، من زمان بشتري واحدة من هذه. احنا جينا السوق عشاني. بس بشتري هذا من نفسي. ايمان، خذي صورة لي، خذي صورة. ايمان رجع البيبي. بابا اطفو هذه النظارات. لا مو حلو عليكي، بس انا حشتري لنفسي هذه. لا بابا لو سمحت، ابغى اشتري واحد من هذه. لا ايمان، انت ما انت طفله. وهذا الجاكيت حلو علي. واو ايمان، اشتريتي كثير اشياء. انا ما اشتريت شيء، هذا كله حق بابا. شوفوا هالثار أخدام جاد. أنس جادي متفرج على التلفزيون. لا بس أنس فرج. أوه. مفاي. مبسوط دحين؟ أيوة. يلا لازم تعطيه فطوره. أنس يقول لي يكره يطعمه. يلا يطعمه فطوره. إيمان إيش الجاكيت اللي لابسته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم يمين بابا زي كذا. زي كذا. جاد. عندي فكرة مرة حلوة انك تسبح هنا. افتح. ايش فيك حاطة يدك على وجهك كذا؟ دبان. في دبان هنا كثير؟ دبان كثير. كانت تشتكي عن امها على الدبان. سنجاب بياكل اكل جاد. باي. جاد بيقول باي لسنجاب، باي يروح عشان ما ياخذ اكله. اي اخذ. جاد زعلان. وفي طير بيحاول ياخذه منه. ايمان. أوه. عندي اوراق الشينه هنا، لكن حسها مره كبيره ما تنفع لكم. انت تحتاج شيء صغير زي كذا. ولا هذه ما زالت كبيره، تحتاج شيء اصغر. ها اصغر؟ لا تحتاج شيء اصغر زي كذا اعتقد. لا احتاج اصغر. اصغر كمان؟ اصغر. ولا ما عندكم تشوفوا اذا كانت اصغر من كذا؟ ها متاكدين؟ ايوه. طيب اصغر كمان؟ اصغر. متاكدين؟ ايوه. ما حنقدر نلعب مزبوط. يهو. ما في اصغر من كذا. مره صغير. واو. هلا مين على التليفون؟ كلمان تشيج نبي. نو. هلو. الاولاد يبي يعرف ايش اللي عندك ايمان، مهتمين. شوفوا كلهم جالسين عندها. ايمان. ايمان نوتي؟ اختار واحد من الاسكرين. الرصاصي. اوكي. ايش هذا؟ ليب جلوس. ها؟ جاد يقول بن، اختار هذا. هذا الحلق. الحين لازم اختار سلسلة؟ نو. اوه. You can take this. خاتم كله شكله زباد. الحين سوارة. ما انا بصراحة كله زباد بس. طيب هذا. الحين لازم اختار ستايل شعرك؟ ايوه. بوني تيل. حتزبط نفسها بالاشياء اللي انا اخترتها وحتوريني كيف. ها؟ ايوه. هذه فكرتها. اوه. تحب ستايل حقي؟ حلو. انا اخترت الحلق والسلسلة والسوارة والخاتم. فين السوارة؟ اوه فين. يقول مرة ثقيل. هبي. هبي. إيش هذا يا جماعة؟ عشان أضربكم بيها. لا 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 بمزح بمزح. ما حد يقدر يقول لي هذا حق إيش؟ لا. طيب في اثنين منه. لا مو كذا. نعم كذا. لا لا هذا حق النطاطة لكن بدون الحبل. تنسوه في البيت. نطيت 17 مرة. ليش تخدم فلوسك على هذا؟ سكيبينج روب بدون الحبل مرة مناسب. أنا أقدر أسوي مرة مرة كثير. في غش بدون ما ينط يسويها. ليش بتنط بطريقة غريبة؟ في الحقيقة نط زي كذا. هو ينط زي كذا. ها؟ هو ينط زي كذا؟ هو يعترف إنه ينط زي كذا. شو كيف ينزل الجرش؟ كاتشاب. إذا كاتشاب. شوف إيش أنا أسوي في جواله، لما يشحن الجوال يطلع رسالة ترحيبية. دائما لما جاد يبغى ياكل سباجيتي يصر انه يجلس هنا على طاولة لحاله وياكل سباجيتي كذا هو مرتاح.
مين ممثلك المفضل؟ ها؟ مين ممثلك المفضل؟ ما أعرف. ما عندك؟ لا. ما عندك؟ أوكي. إن شاء الله نكمل المرة الجاية. إيه؟ إيش هذا؟ عشان يبغاني أجلس عشان يأكل سامبوسة معايا. Who wants سامبوسة؟ حلقت؟ إيش صار في شعرك؟ كده أحسن كثير يا ها؟ أحسن كده؟ أيوة. هذه هدية لك. شكراً. تحبي أخوك؟ أيوة. إيش صار في شعرك يا ها؟ إيش صار في شعرك يا ها؟ ما أعرف. جاد لا لا جاد لا. أوه زين عشان قلت له لا. أوه جاد زين عشان قلت له لا. مو مصدق انه حضره. نو شو قلت له؟ اوكي خلاص بش نو. بابا عندي مفاجأة لك وهي البحث على الكنز. ما ادري جربني هنا وكنت برا تقول لي يلا وقت الافطار بحث عن الكنز؟ ايوه. انت كتبتي هذا للغاز؟ ايوه هذا الاول لغز. عكس صالة الجلوس المطبخ؟ لا get that six pack you see the عكس of عكس صالة الجلوس الجيم محل ما تجيب six pack workout yay we هذه كتبت وهي where is a place you need to go and pee فين المحل اللي تروحه عشان تعمل pee حمام طبعا شوف الغاز اللي كتبته pee 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 you always come around where is the nice and peachy background غرفتي. ايوه يلا. ماما and dad they always sleep go to the bed but there might be a monster inside underneath محل ما تنام ماما وجاد ها تحت السرير اوه تعيط وانا اجري تحت فوق بابا you go and edit pop that's where your last clue is ايش هذا؟ هن دبوس؟ ايوه عشان كذا افتح الباب بالون عشان كذا كتبتي بوب اوه متى نفختي كل هذه البالونات كيلو اوه لقيت اللغز الاخير اوكي روح المطبخ يلا عيد مبارك ما شاء الله تقول هي جهزت هذا كله هنا ما شاء الله وانت جالس تتفرج؟ ايوه لما جهزت لي مفاجأة هو كان يلعب على اللابتوب بيسوي رقصة مع احترام التباعد الاجتماعي بعطيك 50 ريال اذا رحت هناك وشاركتيهم اوكي ها؟ اوه ما تستحي